الكرات اللي في العمق نادي الميلان. 14 دقيقة كلما مر الوقت الميلان يبقى طبعا في نوع من التسرع، لكن أمامنا هنا نتابع المحاولة وباري يحاول الصمود أمام هذا الهجوم، لكن باتو بمهارته بانطلاقاته ولكن أمام الكرة يعني طبعا مهارة اللاعب أمامنا هو باتو، عنده المراوغة وعنده القدرة على التسجيل، صاحب مهارة عالية جدا لما انضم من صفوف فريق انترناسيونال البرازيلي 2007-2008، لكن لعب أمام نابولي في بداية عام 2008. هنا أمامنا بقى في انطلاقة بمهارة بقدرة يوصل أساسي على المستوى الدولي وأيضا مع فريق اليوفنتوس. كرة ترجع على طول أندريا مازيلو، لكن هنا الخطأ من مازيلو، المسك للاعب باتو، باتو ينطلق يلعب العرضية، لكن شوف باتو مستعجلين لاعبين باستعجال، شوف أمامنا باتو استعجل، الكرات اللي دايما باتو ينطلق فيها ويروح ويخلص، وادي امامنا هنا طبعا يعني الاجواء الممطره والمدرب موتي، خطا عبد القادر غزال وكره قد خطيره جدا من جانب النجم طبعا ابره، لكن انقذها الحارس. امامنا خطا من لاعب كييف وقبلها على بارما، وكان تعادل امام جنوا 1-1 في الاسبوع ال 24. امامنا استلام من جانب اللاعب باتو، باتو باتو انطلاقه، باتو هنا امامنا بقى الاستعجال كان موجود وكانت النتيجه تعادل سلبي. امام حضراتكم بالضغط النفسي والعصبي بعد ما تقدم فريق على طول من جانب اللاعب ميركل، اعتقد هيكون اول تبديلات، هل نرى سيدورف كبديل الشوط الثاني؟ هنا امامنا باتو والسقوط هنا في هذا المكان الرائع وفرصه معادله النتيجه، وهنا النجم طبعا امامنا هو الكسندر باتو في هذه اللقطه، مرور حلو اول حاجه بمهاره من صاحب الانذار، بسمة على وجوه وعشاق ومحبي فريق نادي الميلان. هنا امامنا باتو صاحب 11 هدف هذا الموسم باتو، لكن سهله كره باتو في ايد حارس المرمى. دقيقه حكم اللقاء ادى دقيقه قليل دقيقه وقت قليل، ادي امامنا هنا باتو لعبها سهله قوي، باتو كانه يعني ايه يعني شوف اللاعب البيرون الذي كان صاحب التمرير القاتله لصاحب الهدف اللاعب رودولف. في الميلان الشوط الثاني تشكيله بياتي في حراسه المرمى، اباتي وانيستا وتيجو سيلفا وانتونيني، وسط الملعب فان بوبل وجاتوزو وايمان ويلسون وروبيني وباتو وابرا، وفرصه لابرا التعادل ياتي هنا في هذه اللحظات عن طريق يعني ما صنعش الشيء اللي كان يامله جماهير الميلان من اللاعب ابرا، يطرد ويلعب فريق نادي الميلان ب 10 لاعبين، يستحق كان انذار على الدعاء التمثيل. هنا امامنا باتو والسقوط، والحكم بقى هل يملك في هذه اللقطه حكم اللقاء امامنا؟ شوف امامنا جاتوزو، امامنا ادي امامنا اللاعب رينالدي، شوف في الاعاده، شوف باتو في الاعاده، ادي امامنا هنا فلاعبي الميلان بيمارسوا ضغط على الحكم، ادي امامنا الايد هي اتمدت الايد، لكن يعني طبعا صعبه على الحكم، ادي امامنا ايده اهي، ادي رينالدي، ادي رينالدي قاعد يقول لك بقى ما دفعش، لا دفع، في دفعه اهي، في ده في لمسه اهي، في لمسه، والراجل منطلق والتعب برضه ممكن يكون دور ليهم في هذه المباراه. ادي كاسانو انطلاقه من كاسانو، تدخل قوي جدا من جانب الدفاع من التوتر، مارك فان بومل الهدوء مطلوب، هنا بقى اصحاب الخبرات يكون ليهم دور، كاسانو هل يكون المنقذ؟ انطونيو كاسانو الذي اتوا به من فريق نادي سامدوريا، هنا امامنا كاسانو ايمان ويلسون، ايمان ويلسون يعدي بخبره ويعدي بمهاره ويضعها بعرض الملعب، هنا امامنا المتابعه تمريره ايمان ويلسون، استلام على طول من جانب باتو يفكر يسدد، باتو وكره تعدي من امام كاسانو وكره وفرصه كبيره الى خارج الملعب، باتو كان يسدد وليس يلعبها الى كاسانو، لكن كاسانو اراد ان يلمس الكره وفرصه كبيره، تسديده تياجو سيلفا كانت منذ لحظات في الدقيقه 87 وتسديده باتو اللي يا دوبك تخطئ المرمى تخطئ الشباك وتطلع الى خارج الملعب في اداء من جانب فريق الميلان امام حارس كان متالقا، الحارس البلجيكي الحارس جيلي، ادي كره تياجو سيلفا.